طبعا كلنا فاكرين المشهد ده من مسلسل الأسطورة اللي كان نازل في رمضان لمحمد رمضان. المشهد اللي كان المفروض فيه ان هو بينتقم من الشخص اللي فضح احد افراد اسرته بالشكل اللي احنا شفناه ده. هل بقى الاعمال الفنيه ممكن تؤثر على المجتمع، ولا المجتمع هو اللي عباره عن انعكاس للفن؟ سؤال بدا يطرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا بعد الحادثه الصادمه اللي شهدتها محافظه الدقهليه، ان احنا شفنا نفس المشهد ده بيتكرر داخل محافظه الدقهليه وتحديدا في مدينه نبرون. القصه بدات بدخول 6 بلطجيه معاهم أسلحة بيضاء وخرطوش على مكها في قرية دهود التابعة لمركز نبرو بمحافظة الدقهلية، واختطفوا الشاب وجردوه من ملابسه ولبسوه قميص نوم نسائي وجروه في الشارع مع الاعتداء بالضرب المبرح بالأسلحة البيضاء على جسمه. ووصل عدد الطعنات اللي خدها الشاب ده ل 29 طعنة في مختلف أنحاء جسمه. 6 أشخاص فضلوا يلفوا بيه القريه كلها لغايه لما وصلوا لبيت البنت اللي كان المفروض ان هو خطبها، لكنهم اهله رفضوه بعد فتره، وبسبب ارتباط البنت بيه عاطفيا قرروا ان هم يكسروا الشاب قدامها ويكرروا المشهد الدرامي بتاع محمد رمضان. واحد من الشباب كان واحد صاحبه عنده 19 سنه حاول يدافع عن صاحبه، فالبلطجيه اطلقوا عليه طلقه خرطوش، واللي بعدها اتصاب الشاب والاصابه بتاعته كانت خطره وراح المستشفى ومات. الشرطه ألقت القبض على المتهمين الستة اللي شاركوا في ارتكاب الجريمة، وكانت بوحزتهم الأسلحة المستخدمة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق. الحادثة دي طبعا أثارت موجة من الغضب على السوشيال ميديا اللي شبهوا الوضع بأنه تحول لغابة، وكمان في ناس انتقدت محمد رمضان وانتقدت كل الفن اللي بيتقدم لنا حاليا على شاكلة محمد رمضان وغيره من الأشياء اللي بقت دلوقتي سبب في فساد الأخلاقي داخل بلادنا. من الناس اللي علقت على الموضوع ده هو أحمد ربيع مثلا، اللي قال نعم محمد رمضان هو السبب، وأشهد الله أنني لا أحب هذا النكرة وأمثاله، ولم أشاهد له أي فيلم أو مسلسل، بل ومن أشد المعارضين لهم على ما يقدموه من إسفاف وبلطجة وسفاهة لإفساد الشباب والمجتمع المصري. سامي كمان كان ليه رأي أن غياب الدور الأساسي للدولة والدين هو السبب في ده، وقال ده كله عشان غياب الدين والقدوة وترك الشباب لمثل هذه المسلسلات التي كانت سبب في ضياع الأخلاق والترويج إلى البلطجة، ولا بد لعودة دور الدولة في مراقبة الأعمال الفنية. في ناس برضو كانت شايفة أن الموضوع أكبر من محمد رمضان بكتير، زي هبة مثلا اللي قالت الفكرة باتنين، بالمحتوى المقدم من فن وبرقابة الأهل، فرمضان لم يكتب نص ولم يقوم بإخراجه ولم يترك المخدرات بأيدي الناس ولم يقل لأحد ابتعد عن دينك واجعل قدوتك شخصيات من مسلسلات وأفلام، إعلام موجه وشماعات كتيرة زي رمضان وغيرهم، وربوا أبنائكم ولا تتركوا كل ما حولهم يربيهم. في ناس برضو كانت شايفة المشكلة الأساسية في الأمن، وإننا بقينا في غابة، زي مثلا إيهاب اللي قال يتقلص دور الأمن الجنائي أمن الشعب وممتلكاته لصالح الأمن السياسي، أمن الحاكم وباطنته وممتلكاته تدريجيا، وسيظل الأمر كذلك إلى أن تصبح غابة يأكل فيها القوي البلطجي الضعيف اللي هو المواطن الغلبان اللي ملوش ظهر. وأقسم بالله لن يفرق هذا الطوفان الإجرامي بين مؤيد للنظام أو معارض له، فهل نستطيع أن ننقذ ما يمكن إنقاذه؟ شفنا المشهد بتاع محمد رمضان بيتكرر بحذافيره في نبرو، وشفنا الوضع اللي احنا بقينا فيه، وعايز افكركم ان دي حوادث كتير بتحصل زي الحوادث اللي حصلت قبل كده، لان في شاب برضه راح اتقدم لواحده ورفضته فقتلها، وشفنا حاجات كتير جدا الفتره الاخيره دي بتبين قد ايه الحال اللي احنا وصلنا له بقى صعب جدا، ومحتاجين اي تدخل سريع عشان ننقذ الفساد الاخلاقي اللي بقى مستشري عندنا في بلدنا. كل ده كانت تعليقات الناس في الموضوع ده، وكان في لسه تعليقات تانية اكتر، والموضوع لسه مستمر دلوقتي في جدل كبير جدا على السوشيال ميديا.